شاء الله. خوت المليح السلام عليكم، كي داير بخير؟ 7000 درهم تبارك الله ما شاء الله، حاولي مليح. اجر في السنيده تني الله يسخر خويا وما يسر. شحال هاد الحاولياس؟ والله خويا ما نكذب لك، وحده كانت تباع هذه. هي اللي من هنايا شحال؟ 70 هذه اللي منها 3500. ولي من لهي؟ اللي من لهي مولاي شرا ما عرف الثمن اخويا. تمام بعد خو هذه كرابات بعد خدات بتخطي. اييه هذه ب 70000 ريال. هذه عطوني هذه ب 70 ما بغاش نبيعها. سير الله يسخر لهم ما يسر، ما بغيتيش تبيع؟ ما بغيت. وغادي راد دابا مع خواتاتها. سير الله يسخر خويا ما شاء الله. الخوت بلات يا خويا العزيز، صحه الدقيقه الله يحفظك. شحال جازوا هاد الحوليات ياك؟ مولاهم مولاهم فناوي مولاهم سولوا على الثمن. شحال الثمن؟ 110. وما شحال من وحده؟ وما أربعة بحال الثمن. اش الوحده؟ عطينا الثمن ديال الوحده 56. الله يسخر خويا. هادي شحال؟ شحال؟ 30500. 30000 ريال هما يسر. هادو شحال هادو؟ شحال اخويا العزيز؟ شحال الثمن؟ سير لهما يسر، لهما يسر. مرحبا قات مرحبا. شحال شحال؟ اخويا العزيز الثمن ديال هذا؟ شحال الثمن ديال هذا؟ 140. 7000 درهم. سير الله يسخر خويا لهما يسر. اييه الله يحفظك الله يبارك فيك كنشكروك. 7000 درهم يا اخوان هذا الحول. ها؟ مرحبا كاين الثمن اخويا. سير الله يسخر خويا لهما يسر. 140 الله يخليك. بلاتي بلاتي السلام، كي داير بخير؟ الثمن 86 ياك 4300 درهم الخوت. الله يسخر خويا لهما يسر لهما يسر. 86000 ريال الله يخليك. 4300 درهم ثمن ثمن خر عندنا كنستمعوا عليه خويا. الله يصاوب تبارك الله ما شاء الله. خويا العزيز السلام عليكم. الثمن ديال هادي مع شحال اخويا؟ 64. 64 ياك 3200 درهم على الاخوان باش جهاز هادي. الله يسر خويا هما يسر لكم هما يسر. الله يحفظك. سير الله يسخر. انا غادي نشوفوا الثمن ديال مولاه بشحال خاضو. اللهم يسر الله يحفظك الله يبارك فيك. شحال الثمن؟ شحال اخويا العزيز؟ شحال؟ 110. 110 هذاك الحولي. سير الله يسخر. اش لا ثمن العزيز؟ صباح مبروك، كي داير بخير؟ الثمن ديال هادي الله يحفظك. ما تصورش عطينا الثمن اخويا، عطينا الثمن 46. الله يسخر خويا. 2300 درهم ديال الاخوان. اللهم يسر خويا اللهم يسر اللهم يسر. 2300 درهم. السلام عليكم خويا العزيز، شحال ديتهم هادو؟ 150 ياك. سير الله يسخر لهم يسر. 7500 درهم الخو تبارك الله. 150000 ريال. الله يسر خويا لهم يسر. ما شاء الله ما شاء الله خير هذا الاخوان. خويا العزيز شحال جاز هادي؟ بغيتوش تبيعوها ياك؟ 5000 درهم الاخوان ومبغاوش يبيعوها. غادي نبيعها الاخوان تبارك الله. 100000 جمله ومبغاوش يبيعوا. بسم الله السلام عليكم خوتنا وحبابنا، صباحكم مبروك. تحياتي لكم الخوت. اليوم رحنا في السوق الحد البروج اقليم 16 صور الاخوان، راه بتاريخ 16 يونيو 2024. اجوا ان شاء الله تسوقوا مع اخوكم يونس ود مجيد. تحيه للخوت والحباب، تحيه للناس اللي كتبعنا كاع اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. اليوم الاخوان السلعه راه قليله، راكم عارفين اخر السوق العيد الاضحى وعواشركم مبروكه. واش غنقول لكم الاخوان بالنسبه لليوم راه ثمن خر، حيتاش السلعه ما بقاتش، السلعه شويه ما بقاتش الاخوان. دابا راه كاين الغولد شي حاجه 10000 درهم، شي حاجه 160 180. هذاك الشيء ديال السلعه ديال الدراويش الاخوان راه ما كايناش، كاينه الغولد الاخوان. اليوم الغولد هو اللي كاين هو اللي داخل. وبالنسبه للمويه راه ما كاينش، والله يصاوب الله يحسن العوان الدرويش، الله يحسن العوان الدرويش. وكاستفاده من عندي هذه الاخوان، الناس من يقرب العيد الاضحى لهم يشريوا الاخوان بشهر قبل. جا الانسان كيبقى حتى هذيك اليومين الاخرى ولا ثلاث ايام الاخرى راه كيلعقوها شويه في الثمن، كتكون الغلم شويه ناقصه ناقصه الاخوان في العذاب ما كافياش، وكيبيعوا باش ما بغاو الاخوان. هادشي اللي كاين والله يصاوب الجميع، الله يصاوب الجميع. وتحيه للخوت والحباب وفرجة ممتعة، وما تنساوناش باللايك ديالكم جزاكم الله خيرا. الله يبارك الخوت. هذه سلعة بدرية الاخوان ما شاء الله. ودعاديل السلام عليكم، كي داير بخير؟ هنا المشرى من ناس شاليناش كاينه 62 و65 ياك. هذاك اللي شديتي بشحال؟ 62 ياك.
هذا ب 65. هانتوما الاخوان كاين هنا المشرق من 3100 درهم حتى 3250 درهم من 62. هذه ان شاء الله غاديه للسبيت. هانتوما الاخوان الناس ديال السبيت. هذه السلعه ان شاء الله راه جايه على عندكم ان شاء الله من 62 حتى 65. الله يبارك وسلم على عادل. سلم على عادل تبارك الله. هانتوما الاخوان ما شاء الله كاينه شي حاجه شريتو شي حاجه ياك ثاني اليوم غادي نبان ان شاء الله الكازا. الله يسخر لي هما يسخر. هانتوما الاخوان الله يبارك والله يجيب السلامه. نمشيو تجاه اخرى. مازال برومي النمره واحد تباع ولا مازال؟ مازال ياك اخويا. شحال الثمن ديالو؟ 180 9000 درهم تبارك الله. اش داير في السن؟ ثني مازال ثني. وهاد الجوج هادو؟ هذا اخويا تا هو ثني. هذا ثني تقولوا مليون و60. مليون و60 ياك تبارك الله. هذا هذا 140. هذا 140 7000 درهم. اش دايرين هاد الجوج تما في السن؟ هنايا ياك كي داير السوق اليوم؟ شتا كيبان ليا الغلد مويان ما بقاش اصح والله يصوب الثمن والثمن ثمن خيالي بزاف. الله يصوب الله يسر خويا هما يسر لك. غنشكروك تحياتي. هانتوما الاخوان خويا العزيز السلام كي داير بخير؟ الثمن ديال هذا الله يحفظك 130 ياك. اش داير في السن؟ رباعي الاخوان 6500 درهم الاخوان. هذا راه رباعي تبارك الله. الله يسخر العميم اللهم يسر ليكم. كنشكروكم اللهم يسر تبارك الله الاخوان. نشارك معكم هذه السلعة. شحال هذا خويا هنا؟ هذا عاطينو 90 وكاين 14. 90 جملة ما عطاوكش جملة. جملة ما كاينش. ياك كاين 90 و114. اييه كاين 4500 درهم وكاين 5750 درهم الاخوان في هذه السلعة. أما يسر خويا يجيب التيسي. هذا شحال السلام كي داير بخير؟ امور هانيه. شحال الثمن ديال هذا خويا؟ 105000 درهم. الله يسخر خويا هما يسر هما يسر. نحاولوا الاخوان نهبطوا لتحت. لا صناش على السو وعلى لا صناش شي حاجه مويانه الاخوان. ما كاينش ما كاينش المويان ما كاينش. الثمن هنا خويا العزيز السلام بخير. الثمن هنا 94 ياك. اش داير في السن هذا؟ ثني ثني الاخوان 4700 تبارك الله ما شاء الله. الله يسر خويا هما يسر. الله يجيب التيسير تبارك الله ما شاء الله. بقاو عندك هاد الجوج ثمن اخويا العزيز شحال عطاو خويا؟ خويا هذا عطاو 36. 136 136 جوج ثمن واحد اييه 6800 درهم الاخوان هما يسر خويا. الله يجيب التيسير خويا العزيز الثمن الثمن بس صورة يصير. الله يسخر الله يسخر. كاين هنا الاخوان اللي شحال هاد الماي هاد البدريين هادو؟ 95 ياك اخويا. هانتوما الاخوان 4750 درهم ما شاء الله. هذا المعطى ولا الثمن ديال البيع اخويا؟ المعطى اللي عطاك السوق ياك. الله يسر ليكم اخويا العزيز اللهم يسر تبارك الله. هانتوما الخوت 95 اللهم بارك. اخوان نشوفوا هاد الحاوليه هادي ما عارف الثمن ديالها ياك تبارك الله. هذه الاخوان راه تباعات باينه مرسومه. الثمن ديال هذه ما ياك سير الله يسخر. يا اخوان راه كاينه هنايا ولكن مولاها ما كاينش. بغينا نعرفوا الثمن ديالها. هانتوما الخوت حوليه زينه تبارك الله ما شاء الله ولكن راه غتكون فايته 3000 درهم. يعني باينه فايته 3000 درهم. السلام كي داير بخير؟ الثمن هذا في في حل الحبيبة ياك؟ الحبوبة فيه أييه 85. 85 ياك بحال 4250 درهم. الله يسخر خويا ومليح المليح. وشتا كيبان ليا الغلد اليوم الرقد شي حاجة ديال الدراويش ما كاينهاش. لا مليح هادشي سير لا ما يسخر. ولكن راه فيه حبوبة بالنسبة لهذا اللي عطا الله هو هذا. هذا كل ما كانت الحبوبة نبيعوا منها مزينة في الدار 110. لا ما يسخر هما يسخر هما يسخر. تبارك الله ما شاء الله خوش خويا العزيز السلام كي داير بخير؟ الثمن اخويا انا كاسكيت مرحبا مرحبا. كاين اللي الاخوان ما كيقولش الثمن كل واحد والنظريه ديالو. تبارك الله ما شاء الله. انا جاي عندك اسم محمد. الثمن اخويا العزيز بشحال ديتو هاد الخير؟ الثمن 137 الله يسخرك 6850 درهم يا اخوان تبارك الله. الله يجيب التيسير تبارك الله. خويا اسم محمد فاريون
كيداير بخير تبارك الله. شحال كاين هنا قلت لي من الحولي؟ كاين هذا وهذا وهذا ياك. اييه هادو عطاوك فيهم دابا في السوق هنا ولا لا؟ خويا شرينا ما انا احلى حساب فحله. الحساب الفحله يبغيهم ان شاء الله الفحله، ولي يتصل بك ان شاء الله وبغاهم للعيد. خلي الاخوان في حل حبيبه عندنا رانا الدقل. اييه ولكن ماشي قرافه هذيك، شي حبوبه قرافه. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كاين فيه ياك. السنه جارين في السنه هذا ثنيه الاخوان تبارك الله. تما هذا غيكون تاكو ثنيه. هذا رباعي، هذا رباعي، هذا جايب رباعيه وما بيناش عليا بالنسبه للقرن. كاين اللي دمه سخون وصافي. كاين اللي دمه سخون، كاين اللي كيجيب الثنايه الرباعيه في البلاط. خلي الاخوان هذا هذا واش في حل البيبي. قري علينا هاي يا ديال جيت البادره تبارك الله. صلي الاخوان النمره ديالك اخويا محمد. مرحبا. 06 21 95 85 92. لا ما يسر خويا محمد، كي داير السوق اليوم؟ السوق كتشوف الثمن راه كاين، السلعه راه ما كاينش. السلعه راه ما كايناش، كاينه الغول كيبان لي. ما كاينش ياك شي حاجه ديال الدراوش الناس؟ ما كاينش. الغول شي حاجه ديال ساتقليق صافي. اللهم يسر اخويا محمد. الله يصاوب، الله يصاوب. بالنسبه للدرويش الاخوان راه ما كاين السلعه ديال الدرويش هنا في البرود وفي اسواق اخرى، راه العلم لله هذا الشيء اللي كاين تبارك الله. الاخوان بقاو معنا نشاركوا معاكم البدريه. لا ابغى يقول لي هنا مولاه التامر، راه ما بقاوش كيقولوا التامر. محمد شحال الثمانه؟ الثمانه اخويا شي مليح. المليح كاين المليح 74 ياك 3750 درهم الاخوان. هذه ما شاء الله. وكي داير السوق اليوم؟ ولكن كيبان لي كاينه الغول السلعه ديال الدرويش ما كايناش. السلعه ديال الدرويش كاين كل شيء ياك وما بانش ليا. كاين قال ما كايناش. انا غادي انا السوق كامل غادي ندورو ان شاء الله. تبارك الله على محمد الله يحفظك. احنا السوق كامل غندورو ونشوف واش كاين ولا ما كايناش. قال لك كاين، احنا غادي نشوفوا السوق كامل. خو العزيز السلام، الثمن شحال ديتو هذا؟ 114. انتوما الاخوان هذا 114 5750. انت غادي بيه للكسيبه ماشي للعيد. اييه غادي بيه للكسيب فحل. الله يسخر خويا، الله ما يسر، الله ما يسر فحال الاخوان. الله يجيب لكم التيسير، الله يجيب التيسير. الله يحفظك اخويا العزيز. انتوما الاخوان احنا غادي نهبطوا حتى لتحت ونشوفوا هذه السلعه واش كاينه ديال الدرويش. راه كاينه الغليظ ها فينا هي هذه السلعه المويين. هانتوما كاينه هذه الاخوان راه شويه ناقصه. هذه ما عارفش الثمن ديالها. هانتوما الاخوان ما كاينش، ما عارفش. شوفوا هذه الحوليات تامه خو العزيز. هادو هذه تباعت واقيله ياك مفطور بزوج. شحال الثمن؟ شحال هذه اللي تباع؟ هذه من هنا بشحال تباعت؟ هذه بشحال اللي من هنا؟ 68 ياك 3400 درهم الاخوان. هذه 72 72 كي جاك الثمن؟ ها؟ مزيانه سير. الله يسخرها 72 3600 درهم. الله يصاوب، الله يسر خويا، هما يسر، هما يسر لك. الله يحفظك. انتوما الاخوان غنشارك معاكم السوق كامل وغادي نمشي حتى الاتجاه ديال الحوليه. شي اتجاه ديال الحوليه تاهي غنمشي لها هي الاخوان. بالنسبه للحبوب راه كيبقى في اخر الايامات، الناس اللي باقا في هذا النهار تقلب تقلب الاخوان مزيان. خويا العزيز ما شحال تبيعوا هذا؟ خديناهم 70 70 3500 باش ديتيهم ياك؟ ديتيهم لعند محمد؟ لا ياك سير لا مويس الفلاحه العالميه يونس ود مجيد. اييه كي داير السوق؟ كي داير السوق اليوم؟ السوق اخويا رقيق فيه الثمن، فيه الثمن على الغليظ لان دابا ترقيق قليل وقليل والمسكين خاصو رقيق. الدرويش دابا شكون اللي بقى؟ بقى الدرويش وقال لي خاصو يشري. هو اللي كيبقى حتى الاخر. مالين الفلوس تقداو بكري، مالين الفلوس، مالين الغول الاخوان تقداو بكري. ودابا مني دخلت انا للسوق ديال البروج راه لقيت غير الغول. ودابا الانسان شكون اللي باقي ما عيطش؟ راه باقي ما عيطش الدرويش. السلعه ديال الدرويش ما كايناش. تمن الخروفه غاليه، تمن الخروفه غاليه. الخروفه اللي بغيت تاخذ خاصك تاخذ من 68 والفوق. من 68
وما فوق. هادو الاخوه راه بدريين 3500 باش خدتيهم. الله يسخر خويا هما يسر الماليوم ياك تم الله يحفظك. سير لا ميسر ها انتم الاخوان غادينا الماليوم. والله يجيب التيسي ثمن اخويا العزيز هاني ها شحال عطينا خويا راه سلعوا خوتهم هما هادو النيت هادو ما عطاوكش بحدهم شحال انت كتقول فيهم انت؟ باينة فيهم بحال خوتهم 70 ياك سير الله يسخر ثمن واحد ثمن واحد راه هادو اللي صورت عليه خويا راه خوتهم تباعوا باقيين هاد الجو. الله يسخر لخويا هما يسر الله يحفظك ثمن اخويا العزيز هنا 100000 على 50 الواحد 2500 درهم الواحد الاخوان. كاين هذا وكاين هذا الاخوان. ما شاء الله الله يسر خويا ما يسر. شحال اخويا العزيز هنا الثمن؟ الثمن اخويا مشري ب 56 عطانا 12000 هي المشري ديالها 56 2800 عطاو 600 درهم. مليحه شعر ما كاين لا حب لا والو. ما شاء الله يا قلت مشريها وعطاوك 12000 ما بغاش يشبيه 12000 درهم 1000 درهم هي المشري ديالها الاخوان 56 اللي بغى يعيد اللي بغى الكسيبه العيد على جوج جوايه اللي بغى العيد كامله تبارك الله انتم الله يحفظك. هما يسر خويا الله يجيب لك التيسير. الله يجيب التيسير اخويا العزيز الثمن هنا العزيز الحاج بخير. شحال قال لك انت؟ نعم خويا الثمن الثمن اخويا هذا الراس عطاه 64 بوحدو ياك هاد جوج هادو 112 112 5600 درهم هادو 114 هادو 114 يسر خويا الله يحفظك كنشكروك اسي الله يحفظك والله الا الحمد لله كلشي مزيان هما يسر خويا. نشوفوا هاد البدريين ملاح ميصلين تبارك الله ما شاء الله. خويا العزيز السلام بخير كيداير كلشي مزيان شحال هادو؟ ياك ما عارف الثمن ديالهم ولا جالس حداهم حاضيم سير الله يسخر ملاح تبارك الله عليك زوينين الكسيبه على اخوان هادو الكسيبه لا احسن الكسيبه. شحال الحوليه اخويا العزيز؟ شحال الثمن؟ بعد منا باغي تحدد تسجل فينا تحطنا في الفيسبوك ولا وراه غادي نشارك مع الناس انا الثمن. يلا سير كيداير بخير بعدا 30 سير اللهم يسر اسي ونشاركوش مع الناس الثمن شنو داير السوق ها شارك مزيانه ب 30 والله الا مزيانه الله يسخر خويا الا مزيانه سير الله يسخر خويا اللهم يسر. كاين الاخوان اللي ما كيبغيش الله يصاوب ما باش كنقول لكم الاخوان راه الانسان ملي كدير فيديو راه كتلقى صعوبات راه كاين اللي كتلقى يسبك كل واحد وما غاديش تقدر ثاني تدوي معاه. اش غتقول لي؟ غتقول لي الله يرحم لك الوالدين هذا الشيء اللي كاين. الثمن 56 2800 درهم هذا هذا الجو ما كاينش وما يسر خويا وما يسر. انتم الخوت راني درت لكم السوق من الفوق وديت جايه حتى لتحت وانا داير انتم الاجواء. بالنسبه للناس الحوليه غتكون فيها الوجه الحوليه الحوليه راه فيها الوجه باينه خويا العزيز الثمن الثمن ديال الحوليه شحال؟ 36 ياك 1800 الحوليه فيها الوجد اليوم حوليه كاين الوجد لا كاين الوجد على الخروف. الثمن هنا 40 2000 درهم ياك هما يسر خويا 2000 درهم على الاخوان هادي تبارك الله. الثمن هنا الثمن اخويا شحال؟ هادي شحال هادي؟ هذه 34700 وهذا شحال؟ 48 48 لكل واحده ياك 2400 درهم. هذيك اخويا العزيز شحال 64 3200 درهم. الله يسخر خويا وما يسخر هاتوا معايا كرمل شحال قلت لهم اخويا العزيز؟ هذي اييه هذي اللي من هنا هذي عطاوك 70 ياك هذي الوسطانيه شحال؟ 68 3400 هذي 56 الاخوان 2800 درهم. الله يسخر خويا هما يسر الله يحفظك. الثمن اخويا العزيز هنا 45 ياك الكل وحده 2250 درهم الاخوان. الله يجيب لك التيسير اخويا. الثمن اخ كدير بخير الثمن 31 جمله 2000 بحال 1550 درهم الاخوان هما يسر
سلاح العالمية. أي هذه تباعت هذه شحال داز باش ما سخل الله سير الله مويس 60 3000 درهم هاكا ولدك قال لينا الثمن سير الله مويس كاين 60 والو ياك قل قل سير الله يسخر زدت علينا في الثمن اسير انت تقول لينا باش ما بغيتي الثمن هنا 64 ياك 3200 درهم الله يسخر لكم اخويا العزيز ام يسر هانتوما هذا وقا السوق وكنشكروا كاع المشاهدين اللي كيدعمونا وكيبارطاجيو لينا الفيديوهات تحياتي لكم كبيره ونهاركم مبروك والله يغلبنا عليهم هذا الشيء اللي كاين هذا وقا كلام معقول ام يسر